كنظن بان الاغلبيه ديال الفنانين دابا ولاو كيديروا شي حوايج ابار الفن باش كيقدروا يستمروا فيهم، لان بحال اللي قال الفن ماشي يعني ماشي شي حاجه اللي مضمونه او لا كفيله بان تعيشك حياتك كامله او لا تعيش بنيت حتى في لو مومون اللي انت فيه. فمزيان من الواحد من تيفكر وتيخلق هكا بروجيات باش يعيش بهم من غير الفن. ماشي غير في المغرب، هو في الوطن العربي كله. دابا الا مشيتي للبنان كتلقاي اغلبيه شي ديال الاعلاميين وداكشي فاتحين دي ريستورون، فاتحين قهاوي، قهاوي الشيشه، عندهم داكشي حيت هما الثقافه ديالهم هذيك تيجيهم عادي. دونك اغلبيه كتلقى عندهم محلات عايشين بهم ودايرين دي بروجي تما الماكله شاورما. في الوطن العربي كاين هذا المشكل. انت مشيتي ليا لهوليود ومشيتي ليا الامريكان داكشي بعيد وشوفي وشوفي شحال الناس كيتخلصوا تماك. انت جي انا واحد ويتبقى كيتساوى معاك على جوج فرانك، فهمتيني؟ شحال قدك انت في هاد جوج فرانك، شحال خصك من جوج فرانكات باش يلاه تقادي وتعيشي وتشري وديري، علاش ترجعي؟ دونك هادشي علاش.